أهل السنة يؤمنون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كله بعد الله، فأحب شيء لأهل السنة الله وحده جل وعلا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب الناس إليه فوق محبة النفس والماء والرزق، ثم الأنبياء بعد عليه الصلاة والسلام، ونحن على ذلك يعني على طريقهم. يشهد الله يشهد الله أنه أحب إلينا بعد الله، يشهد الله أنه أحب إلينا من المسلمين، قالوا والدنا قالوا لا إله إلا هو محمد رسول الله، والله لو أنه شرع ذلك لسعى إليه ولا إله إلا هو، والله لو شرع ذلك لدعوا إلا إلا هو ولا شرع إليه ما كتبنا به الكتاب، ولكنه ما شرع ذلك ولا فعله ولا فعله أصحابه، ولكن اليوم عنهم الناس من نهاهم عن أوائدهم، عنهم الناس من نهاهم عن أوائدهم وأباطيلهم التي اعتادوها، أي أنهم عن باطل وعن بدعة، قالوا هذا يؤمن بالنبي هكذا قالوا من شخص، لما دعاهم النبي إلى توحيد الله وإخلاص له قال محمد يؤمن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، قالوا يؤمن عيسى لأنه نهى عن عبادة عيسى عليه الصلاة والسلام،